كويس هكا قلت لها خذي اللي بغيتي يعني زعما تعيطي لي زعما لا ما بغيتش صافي ما حمقنيش قلت لها ما حمقنيش عافاك يا عافاك قول الله يرحم والدينا السي عبد الجليل يرحمك والدينا السي عبد الجليل الحاج عبد الجليل المستعان قلت لي بلا ما تبدا بصل ان شاء الله سيقع بصل هاني نعطيك العبيبه صافي السلام عليكم خوتي خواتاتي مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا سلام اصدقاء اليوم بغينا نشارك معكم هذا اللباس اللي اختيناه من واحد الشركه سميتها تيم وخوت الفيفورت عندهم شي حاجه اللي كواليتي زوينه الاصدقاء سبيلي جود كواليتي تو بي اونست Yeah, but you're going to lose your mind because there's so many things. We tried before. حتى جربناهم الاصدقاء قبل وخديت من عندهم شي حوايج دبل بلان وما فيهم الاصدقاء هاد الشركه هادو كيبيعوا لك هذاك الشيء اللي باغي البرودو اللي باغي كيبيعوا لك رخيص ولكن ماشي على اساس كتاخذ رخيص كتلقى مثلا الكاليتي عيانه لا الكاليتي زوينه بزاف المهم غادي يكون كيتش يو غانلوز يور مايند اكزاكتلي قال كي عندكم الدراري راه غادا الدوخ ما تعرف ما تشري لحقاش عندهم هذاك الشيء شي حاجه اللي بزاف حاجه كتلقى مثلا مع طرف براند كاليتي فيها زوينه ولكن الحاجه اللي باغي نقول لكم عليها الاصدقاء وهي عندهم مثلا شي حاجه كنتي باغيها من شي شركه اخرى كتلقاها نفسها تماما دير ليها الثمن ديالها رخيص بزاف المهم غادي نشوفوا شنو كاين هنايا ان شاء الله وغادي نشاركوا معكم داك الشيء وغادي نشوفوا ان شاء الله واش غادي نبداو هذا هذا كيفريكم يا غادي نستارت في ديس وان مثلا سيمس This is everything I ordered, mine. Nothing in here you want. واحد حاجة. لويز هي اللي تعزلات هادشي هذا. ما غادي نشوفو شنو عزلات. I focused on the kids. قالتك ركزت على الوليدات. Yeah. شنو هذا؟ لا 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 It blows like 100 bubbles in one go. زوين بزاف هذا الخوت زوين. على حساب تال أميلة عزيز عليها. شنو بان لكم؟ المهم كيخرج فقاعات كاملين هادو. To teach Shamir and Layla when she's older maths. It's like maths cards and you put the numbers on the card. هادو على حساب أميلة وليلى خداتهم باش يعلموهم الرياضيات الأصدقاء الحساب والمسائل بحال هكا. A fun way to learn. كيف هذاكم الخوت؟ هذه مزيانة الصراحة على حساب الوليدات أن شي حاجة تكون ديال الدراسة وديال التعلمو حاجة اللي زوينة. شنو أخر؟ Welcome Matt. ناخذ مسألة أصدقاء. For the front door. Yeah. نحسبو قدام الباب ديال الدار هذي. كيف ماشي على برا داخل ديال الدار هذي. ديال كريسماس هذي. آه. عنده بحالة واحد لايف راه. Same one, yeah. Yeah, donks, they call donks. I ordered wardrobe. They go in the wardrobe or in a drawer. Baskets, no? They like, you put your socks in this one. Right, or like yeah. Vests. هذا كيكونوا في المريوات داخل إلى بغيت تستعمل فيهم مثلا الفيلاكس مارت مثلا أو تقاشر ولا شي حاجة بحال هكا. تعلقوهم داخل الأصدقاء في المريوات. And then I got a big one for like t-shirts or pajamas or. ونفسها هذه بالكبيرة. بالنسبة لكم الأصدقاء. Pajamas or. هذه يعني تقدر تحط فيها شي حاجة اللي كبيرة شوية. غاندولا. غاندولا شي حاجة بحال هكا كيبقاو معزولين زوينين. واحدة أخرى. They're good to keep your clothes tidy. Yeah. صافي هنا. حيتان. قالت لي صافي حيدان هذا ديالك صافي قالت لي هذا ديالك زوين زوين هذا الشارجور هذا وما كانوا شارجر اكلوك لكم الاصدقاء هي هذه بلايز ميوزك بلايز سليب نويزز فيها موسيقى فيها ساعه فيها الشارجور كتحط التليفون كيتشارجا اند يو كان انسر ذا فون اند ذيرز ا سبيكر يمكن لك تجاوب حتى منها على حساب التليفون وتخليه على السبيكر كتب عليكم الاصدقاء زوين صراحه That's the kind of thing you like to recharge. Ah. زوين. الصراحة زوينة. وهنا كتحط تليفون كيتشارج هنا. وفيها منها ساعة كتكتب لكم. يا الأصدقاء. I got that for you because you're a big kid. كتخدم فيها الموسيقى، كتخدم فيها حتى تجاوب على التليفون كيف قلت لكم. صراحة زوينة. كنت
كتحط هذه ديكور بحال هكا كتبان ما عرفتش واش تبان لكم. المهم you can pick which color you like as well. نحط هذا لا هذا goes in your office. It's not going in the living room. You wish. هاي. لا 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 ما بغيتش. لا بغيت. لا لا ما بغيتش. نحيد هذه الساعة نحطها هنا. حط هذه هنا. والله إلا مزيانة زوينة بالله. ما حمقنيش. قلت لها ما تحمقنيش. حيد. لا لا that was in your office. That was that's why I got it. قالت لي غادي نحطها في الأوفيس عندي. لا خليها تما زوينة. I like it there. Cool. دابا هذه اللي مهمة على الأصدقاء. تبان لكم هنا. كيفاش تيت أوبن؟ أنا. لا، أوبن هنا. أنا. شحال من الوصف حنايا نشوفو. الوصف كي غادي يبان. بسم الله. Ready؟ Ready؟ This is all the kids stuff. واحد، جوج. Help, go. ثلاثة. This is all the kids stuff. معلومة واحد الأصدقاء خوش راكي له واحد العيب اللي غالي هنا يوزوالو غالي تحب بزاف صراحة حد حاجة اللي زوينة بزاف move your the move out of the way so that we know which one it is. No, just keep it when yeah. We see, yeah. Okay. I'll start with this. I bought some fabric. هذا الأصدقاء no, there's different ones inside. هم اللي كاينين وحدين مغيرة ماشي مشكل. If you need to fix something. All different ones. Different style sticker. Three. Yeah, that was like five dirhams. Hello, can you dirhams? And there's 10 in there. Oh, these are I ordered these before. You know when I ordered things 2 weeks ago? Yeah. These are to put manta. You got to put manta. Help you, open it so we can see. كبيرة الصراحة الصاك هذا. Yeah, and you put your blankets in, and you can see what blankets are in, and then put on top of your wardrobe. دوك تحطهم فوق المريوات الأصدقاء. وكيفون المانت مش شي مانت كبار مو يكونوا صغار. وكتشوف هنا يا أشوف. Mine have got a double one inside upstairs, so you can fit loads in there. كبيرة كبيرة أخو. I got bigger ones as well. That was medium. Big, yeah. That's a medium. Is it? That's a large. هذه كانت شال medium الأصدقاء. هاي اللي large. Is it small large? Medium, large. مو ما ديش كل آخر الأصدقاء مو ما دي large. كبر من الأخرى اللي وريناك. طابي. ما هذا؟ ما هذا؟ تلو. Ah, ديالي. It's a jumper. مزيان. سوف خود. زوين. كاليشي زوينة بزاف والله زوينة بزاف. £4 which is 50 درهم. صراحة كاليشي فيها زوينة كيف تبان لك وحتى الفابريك ديال الأصدقاء زوين. I ordered another one for the same price as well. No, chan. This one was £4 as well. براتي راسك؟ Well, you give me. برات راس الأصدقاء. That's because you told me pick what you want. So I picked what I want. Yeah, for all of us. I got you that clock. قلت لها خذي اللي بغيتي يعني زعما تعيشي زعما تاخذي اللي بغيتي زعما وحنايا زعما يعني تاخذينا كاملين ساعة زلاتها الراس ولكن الكاليشي زوين هذا الاصدقاء بزاف والله الا فابريك ديالو زوين والله نايس نايس I'm excited that's for the tree. هذا على حسب الشجرة. L Louise ليلى A أميرة and Abdullah. حرف L يعني L فيها ليلى ولويز وحرف A فيها عبد الجليل وفيها أميرة. Oh I got Amira this little train. Nice. She's gonna love that. Isn't yeah. You? I love it. Oh this. You put little cards inside, look. Oops a days. Later. You put little cards in and then you turn the lights off. Put it on the window or on the ceiling and it shows you like pictures. Yeah, هذو الأصدقاء كيبان لكم. هضروا فيهم راه تصور في الدوارات الصغيرة اللي كيبانوا. كديرهم هنايا كتخشيهم هنا. Yeah.
وكتورك على البطلون كتسينيهم فيها في السقف وكيعطيو واحد ديال داك الصوار اللي كاينين في هذاك في الدوارات هذو اللي كاينين هنا وكيشوفو وليدات صغار يعني كيلعبو بهم ماشي كيلعبو كيبقاو يشوفو صافي نايس Oh, and I ordered some candles for the living room. Yeah, I don't think there's batteries. Yeah, it's just battery. Oh, nice. They give batteries as well. That's the good things. I ordered two of them. I ordered a big one as well. Bloody. Oh. Look, I ordered two. Huh. Anything nice? Yeah. That's what I bought them for to go in there. So that nice. One got to go down with your pocket. Yeah. Put your pocket upstairs. You're gonna love these. I can remember all doing these. Oh. هذو الأصدقاء عواشق هذو مع القاش أو العواشق المهم في هذا الشكل هذا زوين الصراحة. اني نايس ماتشا. هما خوش هما خوش هذوك بالذهبي. في كيك. وهذو بحال في الضوء. When we have everyone over and we do get dessert. صراحة زوينة. And then these are the ones for Christmas Day. Look at those. اوه هادو واعرين هادو هادو زوينين صراحة الأصدقاء I love them شو الشكل اللي فيهم The kids are gonna love them as well على حسب الوليدات عندنا غادي يعجبوهم هادو كان يوفر لك شنو No Why not? Not yours طولي زوينين الأصدقاء واعرين زوينين صراحة رطبين ماشي قاصحين So cool. Yeah, that's so cool, yeah. I got this for Amira. It's got a sharpener in the top. I thought I could put them in the bag for the airports when we go to Morocco and go on holiday and stuff. That's for Amira. That's for Amira and Rasa. And then. See? And colouring pens. Slow, yeah, shadow. Oh, and this pen. It's got six different colours. Yeah, the can I did the can cigar can time. Did you ever try and click all of them at the same time? غير واحد الحاجه الاصدقاء باش عرفوها راه كيديروا واحد ديسكاونت اللي زوين بزاف ديسكاونت راه كيطلع حتى ل 90% الاصدقاء 90% كيحيدوا لكم ودائما دائما فرص كيعطيو لكم الكواليتي راه كنقول لكم كواليتي اللي شي حاجه زوينه بزاف زائد كنت كنقول لكم ديسكاونت راه دائما كيعطيو تقريبا 90% بعد ما راه 95% يعني كتشري ببلاش عرفت شنو 90% 95% راه زوينه بزاف الباث هذه الليلة شي لفة الحمام اللي شكون كتعاون خلي هذا من هذا هذه على حساب قطعة الدفاية إلا بغات تعدى ما عرفت الوليدات صغار ملي كيبغيو يخرجوا السلام كيبغيو شي حاجة يعدوا هذا زوين الصراحة هذا سي لعبة الليلة كليك عليها بحال هكا كتلقى غير هذا واحد حاجه اصدقاء انا دومونديتها راه باقي ما وصلتش ليها اللي زوينه بزاف صراحه نايس طاب ليا هاي 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 زوين نايس شنو هذا باقي ميرا it's a squishy teddy bear for a bear هذا امير بلا نايس كواليتي نايس يا شي سوفت الاصدقاء بزاف أنا تاع عندك أميرة في ليش كل ناس في الموسيقى ديالك. I bought Amira this Christmas cap. Nice. Isn't that lovely? You bought these lanterns. Oh, I love them. I know you do. الشيء كاتونا بالحجر ديالهم الأصدقاء. لا شبه الشبان ناصحة. صالح بوينة. I bought two different ones. Which one have you got? Snowman. And this one's Papa Noel. Papa Noel? Ah, the Papa Noel and the Snowman. I'll stick out a rajul chish. You
صراحة زوينة هذا عجبوني هذا صراحة واعر. I knew you'd like them. I love them. But you bought a big one. زوين زوينة أصدقاء ماشي كذا عندك. It doesn't look like a cheap stuff. They were a pound. I know, but doesn't look like a cheap stuff. Like you would never believe that was a pound. No, هذا كان a pound أصدقاء تقريبا 12 درهم الوحدة. يعني زوينة أصدقاء. أنا كاليتي فيها زوينة. Really good quality. Yeah, I know. Everything is. Yeah. صراحة أصدقاء هذا السيت هذا يستاهل بزاف. إذا بغيتو تشري شارجي ولا أصدقاء في الأبليكاسيو ديالكم أو لا تدخل السيت ديريكت راه كنضمن لكم أنه فيه سلعة زوينة لحقاش أنا ديجا كتقديت منو شي حوايج ليا أنا هما اللي كتستعملهم نيت أنا عندي هنا الصراحة عندهم كل شيء زوين. إذا بغيتو ديرو ساين أب الأصدقاء على حساب الأبليكاسيو وتولي تشوفو كاع الجديد وكل نهار كيعطيوك عروض زوينة كل نهار بروموسيون أصدقاء كل نهار كيعطيوهم مرة كيعطيوك كريديت يقدرو يعطيوك مثلا الفلوس وتشري بيهم وفري ديليفري على الاصدقاء يعني فابور ما كتخلص عليهم حتى شي حاجه وفي البلاصه كيجيو ولا تعطلوا عليك كيعطيوك كريديت ديال تقريبا واحد 70 درهم 80 درهم يعطيوها لك فابور الا تعطلوا عليك مثلا شي نهار كيعطيوك ما بين سيمانه حتى 10 ايام الا فاتوا 10 ايام كيعطيوك هذيك 80 درهم يعني راه مزيانه بخير. This is my favorite, I think. الكرويز هذه احسن وحده عندها تقريبا هذا الاصدقاء ماشي غير الساك هذا كيف كيبان لكم هذا اكتيفيتي الاصدقاء ساك ديال اكتيفيتي هذا ديال السفر شنو واش فيه كيف كيبان لكم عاده اخرى بحال هكا حتى هي يا تقدر تحيدهم وتخدم بهم شنو ما كيتحيد صراحه هذه اكتيفيتي ديال مثلا تكون غادي مسافر ولا شي حاجه بحال هكا وكتبقى تخدم بهم المهم هذه صراحه زوينه شيز غانا لاف يا وفيها كاع هذا الايام فيها الشهوره حتى هما فيها الارقام حتى هي من واحد حتى ل 31 صراحه زوينه هذه زوينه عجباتني وكتبان زوينه it's nice to take in the car كتشدها كتسدها هكا كتسد بحال هكا كتولي زوينه بحال هكا لبات وبينك يعني ف وفيها حتى الالفابيا الاصدقاء كتبان لكم هنايا عاد فين هاد الحيوانات يعني الصراحه زوينه حتى الالفابي اللي عطيناهم اليوم مع الاصدقاء هاد الناس هادو دايرينهم بحيوانات الى الشوم وباي حيوان باش كيبدا زوينه هادي واخيرا الاصدقاء اخيرا لا بقى قلت واش بغيتي نمشي اخيرا هادي كنت كنتسناها عاد شي مده وانا كنت كنتسناها هادي الساك ديالها نايس الساك ديال هذا الاصدقاء هذا الخوت دايره في شركه اخرى بلا ما نسميهم دايرين تقريبا واحد 32 الف ريال 34 الف ريال يعني واحد 1700 درهم 1800 درهم انا خديتها تقريبا نقولوا الخوت طلعت لي بشي 1000 وشي 100 درهم بحال هكاك خديتها من عندهم لحقاش هما هي نفسها وشو الثمن ديالو شحال محيدين الاخرى تقريبا واحد 1800 في شركه اخرى هاد الشركه نفسها هي حاطينها ب 1000 هذيك 100 درهم 1150 درهم ماكسيموم كاع يعني كاين واحد الفرق بزاف وفي نفس الشركه دابا اصدقاء غادي نشوفوا شنو كاين هنايا بسم الله واش دا شوف انا ولا نشوف تشوف ويتش وان شوف اي دونت مايند يا سلام انت ما غادي تشوف دابا شنو هو كاين صراحه هذا looks like a tiny little Nintendo DS بسم الله لكم اخوش كنت كنتسناها الاصدقاء من شحال هذه الناس راه غادي يعرفوها شنو هي هذه اللي الدومين اللي عندهم الدومين هذا ديال الجيمين حتى البوكس ديالها زوين الصراحة يا بسم الله برافو يا الاصدقاء هي هذيك كتبان لكم الصراحة زوينة بزاف والله تا واعرة بزاف تلاكرو ديالها زوينه بزاف وهذه الاصدقاء فيها اي لعبه بغيتيها طاحت لك في بالك فيها تقريبا تقدر تهز 3 مليون ديال اللعاب وما تقدرش تلعبهم كاملين فيها كينغ اوف فايترز فيها يعني نيو جيو كاملين فيها البلاي ستيشن 1 فيها البلاي ستيشن 2 فيها البي اس بي يعني البلاي ستيشن بورتابل البلاي ستيشن 3 اللي ما فيهاش الاصدقاء
فيها كاع الالعاب ديال بلاي ستيشن الاول بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن بورتابل وعاد كاع الالعاب ديال النينتاندو كاملين العاب ديال الجيم بوي يعني الصراحه اللي زوينه بزاف هذه كتقدر تسافر وغادي هزها يعني ليكرو اللي فيها كتبان واعره بزاف كاليتي كيف كتبان لكم وماشي شي يعني عيانه وفيها الالعاب اللي فيها زوينين زوينين بزاف وشنو كيعطيو معاها كيعطيو معاها جوج ديال لي كارت ميموار الاصدقاء حيت هي كتهز جوج كارت ميموار تاع الخوت هنايا كيف كيبان لكم راه كتهز جوج ديال لي كارت ميموار زائد كيعطيونا معاها هذه كيعطيوك الكتاب ديالها سكرين وايبس زائد كيعطيوك الكابلي وكيعطيوك سكرين بروتيكشن الاصدقاء سكرين بروتيكشن يعني لانكاساب نقولوا حنا في المغرب كيعطوك هذا باش تسوايك يعني باش تمسحها والمسائل وكدير ليها سكرين بروتيكشن يعني على حساب الليكرو ديالها كاليتي فيها زوينه بزاف وكيعطوك جوج ديال لي كارت ميموار الاصدقاء كما قلت لكم صراحة هذه زوينه بزاف حيت انا شفتها راه غادي نحط لكم السمي ديال اللي كتبان لكم دابا حاليا تقدروا تبحثوا عليها كاع الالعاب فيها ستريم اون ات از ويل لايف ستريمينغ دير لايف دير كل شيء الاصدقاء اللي الصراحه فيها انا صراحه كتعجبني حيت شفتها شحال هذه وكنت باغاها دابا متحمس انني غادي نشوفها وغادي نشوف الالعاب ديالها فيها كينغ اوف فايتر فيها ستريت فايتر يعني كاع الالعاب ديال نيو جيو الاصدقاء الالعاب ديال السيجا حتى هما الالعاب ديال الاتاري اللي كانوا شحال هذه لي سوبر ماريو كاملين الاصدقاء ديال الانواع ديالو فيها الكره جميع انواع الكره يعني تقدر تهز 3 مليون ديال الالعاب المهم على حساب حتى واش تقدر تلعبهم كاملين ولا لا الصراحه انا عجباني كانت عجبني واحد اللعبه ديال جاكي شان الاصدقاء كنت كنلعب فيها في البلاي ار اللي هو صغير كنت كنلعب فيها زائد هذا كراش حتى هو كنت كنلعب فيه الصراحه فيها العاب اللي زوينين وغادي تنفعني هذا في السفر صبر غنكون غادي مسافر على الاقل هذه يعني تخليني ندوز الوقت واحد شويه قلت لي واش تخليني نلعب فيها شويه ولا لا عافاك قلت لي عافاك قول الله يرحم والدينا السي عبد الجليل الحاج عبد الجليل قلت لي بلا ما تبدا بصر بصر ان شاء الله سيقع بصر انا نعطيك الحبيبه صافي تستاهل يو غانا بي واتشينغ مي وين يو ام غانا واتش قلت لي واش غنبقى تشوفني كنلعب المهم هادشي اللي كان الاصدقاء الصراحه شركه زوينه ديال تيم الخوت كنصحكم بها تقداو منها لحقاش عندهم كاليتي زوينه بزاف واي حاجه بغيتيها راه كتلقاها اي حاجه طاحت لك في بالك راه كتلقاها عندهم بيتو جيولري كيديروا مثلا المجوهرات كاع الانواع اللبس السكان كلشي كتلقاهم عندهم الاصدقاء لحقاش عندهم كاليتي زوينين زوينين شي حاجه ديال الكوزينه شي حاجه ديال الصالون الفراشات اي حاجه كما قلت لكم كتلقاو الاكسسوار ديال التليفونات البلاي ستيشن اي حاجه راه كتلقاوهم عندهم وكيعطيو واحد الثمن اللي زوين بزاف كنصحكم بها وكيف كنقول لكم الا تيليشارجيتو لابليكاسيون ديالها سواء في الاب ستور سواء في جوجل بلاي راه غادي تلقاو لابليكاسيون تيليشارجيوها باش دائما يبقاو يوصلوكم هذوك العروض اللي كيعطيو ديال بروموسيون كل نهار غادي تلقى عندك عرض كيعطيوه لك هذا ما كان اصدقاء فرحانه شي اللي كاين الخوت المهم شي يزعق بها Yeah, I'm gonna go and get. Actually, بزاف تبارك الله بزاف. We've made such. وهذا الشيء كيطلع رخيص بزاف. الحاجة الغالية اللي كانت غير هي هذه اللعبة اللي وريتكم هي اللي كانت غالية. ولكن تستاهل مقارنة مع شركات أخرى اللي كيبيعوا بحال هاد القرضويات بحال هاد. شبه الحياني. قلت لك أرخص من الحياني اللي عندنا هنايا في كازا. هذا ما كان أصدقاء شكرا لكم بزاف. نلقاو إن شاء الله فيديو آخر. سلامة. مع السلامة.